فرانك فيغلوزي مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقاً. أياً كان من نسق هذا التسريب المدمر للغاية، فإنه مكن روسيا من معرفة المصادر الاستخباراتية للولايات المتحدة وحلفائها داخل موسكو. يجب القبض على المسؤولين عن التسريب. إن الوثائق المسربة تكشف عمق جهود التجسس الأمريكية والمصائب العسكرية الروسية. ميشيل كوزينسكي، أعلامية أمريكية. بحسب وثائق الأمن القومي الأمريكي المسربة، فإن الدول التي تبدو مستعدة لدعم آلة الحرب الروسية هي مالي ومصر والإمارات العربية المتحدة. المحور الذي تشكل حول روسيا هو محور الموت والإفلات من العقاب والاستبداد. داف بولاك، كاتب وأستاذ جامعي. يشعر الناس الآن بالقلق أثناء قراءة تسريبات البنتاغون الجديدة التي تحتوي على تقييمات أمريكية حول كيف أن أوكرانيا لن تتمكن من كسب المزيد من الأراضي. هل تتذكرون أن التقييم الأمريكي كان أن روسيا ستحتل كييف في غضون 15 يوماً؟ أليس كذلك؟ لا تثقوا دائماً في التقييمات الأمريكية. مايكل وايس، كاتب وصحفي أمريكي. هناك إجماع متنام بين حلفاء وشركاء الولايات المتحدة أن تسريبات البنتاغون مليئة بالمعلومات الخاطئة أو المضللة. لدى كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وأوكرانيا تعليقات بهذا المعنى، لكنهم لا يقولون ما هي الجوانب غير الصحيحة.